chote utataka nitakupama. Welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel so far. Thank you for subscribing, liking, commenting, sharing. Everything that you guys do never goes unnoticed. A big shout out to the person that suggested this and the people that keep on suggesting stuff for us to react to. Don't feel like only react to one thing. Feel free to suggest anything by dropping the link in the comment section below, and we'll be more than glad to react to everything that you guys suggest, at least most of the stuff that you guys suggest. So today I'm going to be reacting to Heart Changing Recitation. So without wasting time, let's get into the video. Bismillahirrahmanirrahim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكل
فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون This recitation is reminding us of what God is capable of doing, and he's given different examples of people that needed stuff from him, and he actually granted their wishes and made things better for them. Not that things were bad before, but maybe you want something so bad and God actually blesses you with that thing, which is very, very amazing. Remember that God will always be there for you. God will give you what you want. God will forgive you. God will always welcome you, and with God by your side, you'll never be alone. That's what we should keep in our minds. I keep on getting confused because the video keeps on saying we or our. So when God is saying things and he says we, I know some people say it's the royal we. It's like the royal we. But when you think about the royal we,
that we, if the queen says, we are glad to announce that this and that, when you think of that we, it's because there's an institution behind the queen and there's a family behind the queen when she says we. But in this situation where God uses the term we, what does it really mean? Because then you're thinking, who are the rest of these people God is talking about? I'd love for someone to just clarify that, and I would really appreciate. Otherwise, this was an amazing video. Just know that always have faith in God and things, and you will see things in your life change and awake according to what you want. And God only blesses us with the things that He knows we're ready to do with in our lives. So if you're going through something and the situation is not changing, know that God means for that thing to happen to you so that you can learn something from that. Otherwise, let me know what you guys think. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.